لن تصدق، امرأة أمريكية تعلن إسلامها أمام الجميع والسبب مفاجأة كبيرة هزت العالم. ولكن فضلا قبل أن نبدأ اخبط لايك واشترك في القناة ويلا بنا نبدأ. لقد أسلمت دكتورة أمريكية والسبب امرأة مسلمة، هل تعلمون كيف حدث ذلك؟ الدكتورة أوليفيا تحكي قصة إسلامها وتقول أنها كانت طبيبة ولادة بإحدى المستشفيات الأمريكية، وفي يوم من الأيام أتت امرأة مسلمة عربية لكي تضع مولودها في المستشفى، وكانت تتألم وتتوجع قبل الولادة. وعندما اقترب موعد انتهاء وقتي أخبرت المرأة المسلمة أنني سأذهب للمنزل وسيتولى أمر ولادتها طبيب آخر. فبدأت المرأة تبكي وتصرخ أكثر وتقول لا أريد رجلا. فتعجبت من أمرها، وأخبرني زوجها أنها لا تريد أن يخل عليها رجلا ليراها، فهي طول عمرها لم يرى وجهها إلا والدها وإخوانها وأعمامها فقط، أي محارمها. فضحكت الطبيبة وقالت لها باستغراب ودهشة أنا لا أظن أن هناك رجلا في أمريكا لم يرى وجهي. فاستجابت لطلبها الدكتورة أوليفيا. وحينما أتت الطبيبة أوليفيا في اليوم الثاني للإطمئنان عليها بعد الوضع، قالت لها أن كثير من النساء في أمريكا يتعرضن لالتهابات داخلية وحمى النفاس بسبب استمرار العلاقة الزوجية في فترة بعد الولادة، وأخبرتها بضرورة امتناع هذه العلاقة لمدة 40 يوما على الأقل. وأثناء 40 يوما أخبرتها أيضا بضرورة التغذية الجيدة والابتعاد عن المجهودات البدنية، لأن الأبحاث الطبية الحديثة تنبه على تلك البنود التي ذكرناها سابقا. فأخبرتها المرأة أن الإسلام قد ذكر كل ذلك، فالنفاس في الإسلام يحرم جمعه لمدة 40 يوما حتى تتطهر، وكذلك أيضا تعفى من الصيام والصلاة. وعندما سمعتها الطبيبة الأمريكية اندهشت وأخذت تتعجب كثيرا. فلقد توصلت الأبحاث الحديثة لنفس تعاليم الإسلام التي هي منذ أكثر من 1400 عام ماضية، والعلم الحديث وصل إليها بعد تجارب شاقة وكثيرة جدا. فدخلت الطبيبة لتطمئن على المولود، وكان مما قالته للأم من الأفضل أن ينام الطفل على جانبه الأيمن لتنظيم دقات قلبه. فقال لها الأب إننا نضعه على الجانب الأيمن، وذلك تطبيقا وسنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتعجبت الطبيبة الأمريكية لهذا الأمر، وقالت قولتها الشهيرة انقضى عمرنا لنصل إلى هذا العلم وهم يعرفونه من دينهم. فقررت أن تتعرف على هذا الدين العظيم، فأخذت أجازة من المستشفى لمدة شهر وذهبت لمدينة أخرى في المنطقة، ولكن بها مركز إسلامي كبير، وقضت أغلب الأوقات في المركز تسأل وتستفسر وتلتقي بالكثير من المسلمين. ثم أعلنت الطبيبة الأمريكية إسلامها بعد شهر. سبحان الله العظيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وأمنه.